تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. سيدتي سادتي إخوتي أخواتي، نتكلم قليلا عن بطريركية القدس. بطريركية القدس اليوم عندنا ثلاث بطريركيات: بطريركية الروم الأرثوذكس، بطريركية اللاتين يعني اللي هم كاثوليك بيمشوا على الطقس الروماني، وبطريركية الأرمن الأرثوذكس. طبعا بطريركية الأرمن الأرثوذكس هي بطريركية أرمنية وطنية تابعة، لا أدري إذا كانت تابعة أعتقد أنها تابعة لبطريركية أرمينيا الكاثوليكوس الموجود في إتشميادزين، ومعروف أنه في كمان كاثوليكوس يعني بابا آخر للأرمن الأرثوذكس موجود في أنطلياس في لبنان اللي هي بطريركية كليقيا. الآن من ناحية البطريركيتين هذول كاثوليكية وأرثوذكسية كانوا بطريركية واحدة يعني قبل الانشقاق الذي تم في بين روما والقسطنطينية. ما فيش عنا لحد اليوم لم يجدوا وثيقة انشقاق كنيسة القدس أو الفرع الأرثوذكسي من كنيسة القدس، انشقاق بينها وبين روما. لحد اليوم هاي الوثيقة غير موجودة، يبدو أنه تمت عملية جفاء بالإنجليزي بقولوا estrangement يعني تغرب شوي 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 وانقطعت العلاقة من غير وجود أي وثيقة انشقاق رسمية. الأسقفية القدس هي أول أسقفية يعني القدس هي أم جميع الكنائس. في المزمور بيقولنا الله يكتب في سجل في ديوان الشعوب إن هذا وذاك ولد فيها، ويرقصون ويترنمون إن كل ينابيعنا فيك، كل ينابيعنا فيك يا أورشليم. أورشليم اللي هي المدينة المقدسة، مدينة الملك العلي وعرش العلي، عرش السيد المسيح، أو بدنا نقول عرش السيد المسيح هو الصليب، وفي المدينة المقدسة. إذا هي كنيسة القديس يعقوب، وعشان هيك الأديرة في القدس كثير منها أرمن لاتين روم، مار يعقوب الأرمن سور باغوب، أو اللي هو يعقوب الصغير. يعقوب الصغير مش بس مذكور عنا في الكتاب المقدس، كمان بيحكي عنه المؤرخ فلافيوس يوسيفوس، وبيقول عنه انه اخو يسوع، اخو يعني قريب يسوع الملقب بالمسيح. الطقس اللي ترجي يعني خدمة ما نسميه قداس هو انطلق من وين؟ لا من روما ولا من القسطنطينية ولا من الإسكندرية ولا من موسكو، انطلق من وين؟ من القدس. إذن كل الطقوس في الشرقية والغربية انطلقت من القدس. طقس قداس القديس يعقوب، لترجية القديس يعقوب، يعقوب الصغير المعروف باسم أخي الرب قريب الرب. ليش سموه أخو الرب؟ السيد المسيح ما إلوش لا أشقاء ولا شقيقات، سيدة العذراء هي دائمة البتولية أي بارثينوس، لأنه ما كانش عندهم كلمة في لا في اليوناني ولا بالعبري ولا بالآرامي هي ابن عم ابن خال ابن عم ابن خال ابن أخ ابن أخت، كلهم هذول كانوا يسموهم أخ وأخت. والتفسير العلمي برضو بتلاقوه في كتب أرثوذكسية يونانية للروم الأرثوذكس باللغة اليونانية، منها كتاب أندي إيفانجليكي مثلا، بيقول لك إنه هدول
يوسف يعقوب يهوذا وسمعان يهوذا طبعا غير الإسقريوطي، كانوا يسموهم إخوة يسوع لأنه والدتهم مريم هي امرأة كليوبا، وكليوبا وحلفة هي نفس الكلمة بس باليوناني كليوباس كا بدل الحاء، وبا والفا نفس الكلمة نفس الحرف تقريبا بالعبري واليوناني، مش باليوناني بالعبري والآرامي، البا والفا نفس الحرف. إذا بما أنه والدتهم حسب يوحنا 19:25 كانوا يقولوا عنها أخت سيدتنا مريم العذراء، إذا يعني قريبتها لأن بصيرش أختين يكون اسمهم مريم، فأولادها كانوا يسموهم إخوة الرب، وبالذات مين؟ القديس يعقوب الصغير، لتمييزه عن يعقوب الكبير ابن زبدة، يعقوب الكبير ابن زبدة أخو يوحنا الحبيب. طيب إذا عندنا أسقفية القدس، أسقفية القدس كانت محلية وكانت دولية، بما أنه ولكن في فترة أولى أساقفتها كانوا يهود، بعدين طبعا انضم إلها وثنيين، يعني خلينا نقول فترة بين 130-135 وقت ما الإمبراطور أدريانوس منع دخول اليهود إلى القدس، كان في وبعد هاي الفترة كمان كان في أساقفة على القدس لهم أسماء يونانية أسماء لاتينية، ما كانوش من اليهود لأن اليهود أصلاً كان ممنوع يدخلوا مدينة القدس زي ما اليهود اليوم الإسرائيليين اليوم اليهود بمنعونا إحنا الفلسطينيين وسائر العرب بشكل عام إنه ندخل مدينة القدس، كأن التاريخ يعيد نفسه. ظلت القدس أسقفية محلية ودولية في نفس الوقت لحد سنة 451. سنة 451 في مجمع خلقيدونيا فكر أسقف القدس، بس على فكرة قبل ما نحكي عن أسقف القدس يوفناليس يعني شبابي باللبناني بيقولوا شباب لك، اسم لاتيني، ربما كان الأخ لاتيني كمان. على فكرة لفظة الزبون اللي بنحكي عنها كان بدي أحكي عنها في الفيديو السابق، كلمة زبون هي كلمة آرامية من فعل زبان يعني اشترى، إذا زبون الزبائن يعني الذي يشتري الذين يشترون. طيب إذا ليش؟ لأنه باللهجة اللبنانية أنا أقول يمكن زبون هيدا كان زبون يعني هذا الشخص هذا الإنسان طبعا نوع من الفكاهة والتحبب. إذا نرجع قبل ما أحكي عن الأسقف يوفناليس بدي أحكي عن أحد أهم أساقفة القدس برضو أسقف القدس اللي هو القديس كيريلوس الأورشليمي، هو من مواليد المدينة المقدسة وطبعا كان يحكي اللغة السوريانية ولكن الكتابات باليوناني. ليش باليوناني؟ أنه اليوناني لغة العهد الجديد، اليوناني هي اللغة الدولية منذ القرن الرابع قبل الميلاد، إذا عشان هيك كان عندنا الطقس السورياني في اللغة اليونانية في المدن وفي اللغة السوريانية في القرى. بدناش نبعدها، في قرية عبود كنيسة السيدة العذراء للروم الأرثوذكس عندك منقوش منحوت على الحائط باللغة السوريانية، هو نص من الإنجيل المقدس، هاي في قرية عبود، أظن أنه يعود إلى القرن الحادي عشر الميلادي وتحديداً بين 1040 إلى 1060، بديش أغلط في تحديد تاريخ، يعني يا قبل الانشقاق الكبير بين روما والقسطنطينية أو بعده بفترة قليلة جدا. القديس كيريلوس إذن الأورشليمي المشهور بوعظاته، وعظاته عن الأسرار المقدسة، شو عن الأسرار المقدسة السبعة بالذات عن المعمودية والميرون والقربان الأقدس، كان يلقي عظاته أمام قبل الخلاص. أيوة هو من مواليد القدس حيث توفي سنة 387 أو 386 حسب بعض
المؤرخ. نيجي على الأسقف يوفينالس. الأسقف يوفينالس بعرفش إذا كان قديس ولا لا، المهم إنه كان رجل عنده طموح وطلع لقى روما بطريركية اللي أسقفها منذ القرن الرابع الميلادي صار يحمل لقب بابا باباس، وهذا اللقب أساسه مش في روما، أساسه في الإسكندرية. لقب باباس أساسه في الإسكندرية مش في روما. بعدين شو قلنا؟ الإسكندرية فيها لقب، فيها بطريرك، بطريركية. روما بطريركية. وين كمان؟ الإسكندرية، روما، القسطنطينية لها مكان كبير ويبدو كمان انها بطريركية. معناه شو ضل عنا؟ انطاكيا بطريركية. على فكرة معظم هاي الكراسي مرتبطة بالقديس بطرس، ويقول التقليد بالذات الأرثوذكس يعني انه القديس أندراوس هو أسس كنيسة بيزنطة يعني القسطنطينية. قديس أندراوس على فكرة استشهد مصلوبا أيضا في اليونان. إذن ماذا سؤال يوفينالس طلب من مجمع خلقدونيا إنه يا عمي كل هدول بطاركة وأنا أسقف القدس مجرد أسقف، أو زي ما بقوله باللبناني برضو خيال صحراء يعني، فحصل على لقب بطريرك أو بطريركية لكنيسة القدس، مع إنه زي ما بقوله بالصعيدي بصراحة ربنا كان لازم القدس تكون أول بطريركية، ولكن القدس دائما تعيسة من ناحية أمور هذه الدنيا والسياسة، دائما مضغوطة، دائما تحت الاحتلال والسيطرة. إذن هنا صار عندنا بطريركية في القدس. هلا بطريركية ناطقة باللغة اليونانية في المدن وباللغة السوريانية في القرى، أو برضو في المدن لغتين. بطريركية دولية مش بس لا محلية، بما أنه القدس وسائر فلسطين هي تراث لجميع المسيحيين. من القرن الرابع ابتدأ الحجاج والسياح والنساك يتدفقون على المدينة المقدسة، بالذات على الصحراء اللي هون. احنا هون في بيت صحور من أعمال فلسطين. الراهب إفتيموس كان أرمني، كثير من قبادوقيا. قبادوقيا اليوم موجودة في ما يسمى بتركيا، مثلا القديس السابا، طبعا الراهب موديستوس وصل كمان اعتقد انه يصير بطريرك للقدس. القديس سابا راح على بلاط الامبراطور في القسطنطينية وهو ايضا متقدم في السن، تجشم تكبد عناء السفر يعني، وكانوا يجمعوا للمقدسات. اذا بطريركية القدس كانت زي ما قلنا قديس سوفرونيوس، زي ما قلنا في فيديو سابق قديس سوفرونيوس من مواليد دمشق، طبعا الاسم يوناني يعني الحكيم، سوفرونيوس زي سوفوس حكيم، ولكن هو في الواقع سورياني من دمشق مش يوناني وإلى آخره. في عنا صار كل هاي الشعوب إذن ما كانتش بطريركيتين ولا ثلاثة، كانت بطريركية واحدة، وكان فيها وحدة الإيمان والإدارة. بعدين صار في زي ما قلنا الانشقاق الكبير، وكان في بطاركة عرب منهم البطريرك عطلة آخر بطاركة عرب قبل انه يصير في تحول جذري بعد سنة 1516، يعني بعد قدوم الاتراك العثمانيين.
بسبب تأثيرهم في أستانا يعني إسطنبول عند الباب العالي، لأنه كانوا يضمن بطريرك القسطنطينية، يعني كان بده إنه منطقة فلسطين اللي دائما منطقة ثورات وانقلابات وانتفاضات إنه تكون يعني فيها ولاء للباب العالي للسلطان العثماني، السلطان العثماني اللي بنفس الوقت كان أيضا يحمل لقب خليفة. إذن بوساطة بطريرك القسطنطينية اللي كان يحمل لقب وما يزال لقب البطريرك المسكوني من أيام البطريرك يوحنا الصوام، أعتقد في القرن الرابع الميلادي، عفوا الخامس أو السادس الميلادي، إذن أتى هنا راهب يوناني من منطقة البيلوبونيسوس، وكان أيضا كان عبقريا بصراحة، اسمه جيرمانوس، ورسم أسقفا وأعطي لقب بطريرك القدس، وأسس أخوية القبر المقدس تؤييو تافو اللي بتجدوا رمزها تاف والفاء على عدة أديرة ومقدسات في فلسطين ويمكن في الأردن كمان. ووقتها طبعا رجحت كفة اليونان ليس حبا باليونان بقدر ما رغبة في المحافظة على الأماكن المقدسة، وأيضا كان في ولاء للحاكم التركي، ولكن مع ذلك لم يكن كل البطاركة في التاريخ يونانيين، بل كانوا طبعا ناطقين باللغة اليونانية، خصوصا أنه بعد القرن الحادي عشر اختفت آثار اللغة السوريانية، وكثير أولاد عرب يعني كانوا لما يدخلوا الرهبنة أو يرتسموا أساقفة طبعا يأخذوا أسماء يوناني، وأعتقد أنه على الأقل كان في 1800 كان في بطريرك للروم الأرثوذكس، يعني بالإنجليزي يقولوا Greek Orthodox، من العراق وغيره، يعني اللي بما أنه هاي ليست كنيسة القدس نقدر نقول إنها كنيسة محلية وكنيسة دولية في نفس الوقت. وأيضا اليوم عندنا الحمد لله أساقفة عرب، عندنا في البطريركية اللاتينية بطاركة عرب، نحن الآن مع خطة البطريرك فؤاد بطرس الطوار، هذا هو البطريرك العربي الثاني. في الزمنات أيضا في تاريخ الكنيسة القديم كان في بطريرك القدس عربي اسمه إلياس، هذا طبعا قبل عهد الأتراك أو قبل العهد اليوناني، ولكن لما نقول Greek Orthodox Rome Orthodox ليست مقصورة على بلاد اليونان، بل في طبعا روسيا، وروسيا أكبر بكثير من بلاد اليونان، والمؤمنون المسيحيون الأرثوذكس الروم الأرثوذكس من روسيا مشهورون بتقواهم، وإننا نراهم الحمد لله اليوم كثير منهم يأتي إلى فلسطين يزور القدس وبيت لحم والناصرة، وبيعطونا مثال حلو في تقواهم هم أيضا. حسب إحصائيات الأخيرة السنة الماضية 2011 دخل إلى فلسطين، لما نقول فلسطين يعني كل الأرض المقدسة، ما لا يقل عن 3,400,000 سائح أو زائر. إذن إخوتي أخواتي، الكنيسة ليست الإكليروس فقط، زي ما نقول مار بولس، من بولس؟ من أبولوس؟ من صخر اللي هو كيفا يعني بطرس؟ كلهم خدام لكم وأنتم من أجل المسيح. يعني إحنا لازم نأخذ مكاننا علمانيين وكهنة في كنيسة الله، أما قاعدة الكنيسة فليست الإكليروس، قاعدة الكنيسة هم العلمانيين
قاعدة الكنيسة هي العائلة. العائلة مبنية على إيش؟ مبنية على الزواج. إذن العلمانيون هم الخلية الأولى، ليس فقط للإنسانية، ليس فقط للمجتمع، ليس فقط للوطن، بل للكنيسة. وإليهم توجه السيد له المجد وقال مش بس للكهنة ولا الأساقفة ولا البطاركة ولا البابوات، إلنا جميعا ابتداء من الناس من الجموع. قال لهم متى 5:13، أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. شكرا لإستماعكم.